مساء الخير عليكم. انا دلوقتي طبعا بكلمكم من بيروت، وده طبعا ليل بيروت. الحقيقه يعتبر يعني تاني بلد بعد مصر ما بتنامش. الحقيقه جمال يعني رباني، طبيعه جميله جدا، هواء جميل زي ما احنا شايفين هنا. طبعا هنا صخره الروشه البحر، طبعا شايفين القمر، حتى انعكاس ضوء القمر على البحر حاجة بديعة. فعلا لبنان بيروت كمان الأماكن اللي مش بتنام، يعني الناس بتحب فيها السهر. الحقيقة طبعا جو جميل جدا، مع ان احنا طبعا فترة الصيف وبيبقى حر ورطوبة، ولكن الحقيقة جو جميل جدا. زي ما قلت قبل كده ان لبنان هي بلد الجمال، جميلة طبعا في أهلها، جميلة في طبيعتها، وكمان بيحترموا جدا ثقافة الجمال. يعني يمكن أنا اتكلمت كتير قبل كده في مواضيع إن ناس ساعات بتتخيل إن دكتور التجميل ده هو حد موجود بينفذ طلبات أي حد، وأنا يمكن اتكلمت في الموضوع ده أكتر من مرة وقلت إن دكتور التجميل مش زي ما ناس كتير متخيلة، إن هو اعمل لي كذا اعمل لي، احقن لي كذا اعمل لي، اعمل لي عمليه كذا ينفذ. الحقيقه لا، قلنا قبل كده ان جراحات التجميل هي جراحات اساسيه، جراحات مش بس بتتعمل زي ما قلنا للبنات والستات اللي عايزين يعملوا عمليات للموضه، لا، هي عمليات مهمه للعيوب الخلقيه في الاطفال، مهمه للبعد الشر، الناس بتتعرض لحوادث او جروح او حروق، وكمان لتصحيح عيوب بتحدث على مدار الوقت ومدار النمو ومدار الزمن، ممكن نلاقيها في فترة المراهقة، ممكن نلاقيها مع تقدم السن. وبالتالي ده علم، وعلم مهم جدا، ما ينفعش ان احنا نقلبه تجارة. ويعني احنا على مدار الوقت وحلقات كتيرة وفيديوهات كتيرة وحتى في دعايتنا كنا بنركز بالاخص ان احنا نوضح للناس مفيش حاجة اسمها دكتور التجميل اعمل لي كذا. ممكن في ناس عندها خبره، يعني في حد مثلا او واحده بتعمل بوتوكس او فيلر متعوده ان هي بتعمل القصه دي لان هي عارفه ان هي محتاجاها. مفيش مانع ان احنا طبعا بنجدد كل ست شهور او كل سنه احتياجنا لهذا الموضوع. ولكن في ناس كتير بتجيلنا بتكون طبيعيه، يعني واحده مش محتاجه تعمل عمليه تجميل ساتي. واحد او واحده مش محتاجه تعمل عمليه تجميل انف. بيفاجئوا ان احنا بنقول لهم انتوا مش محتاجين. ليه؟ لان احنا العلم اللي احنا عارفينه بيقول ان في رينج، ربنا خلقنا رينج، مش ما خلقش رقم معين. فالرينج ده بنسميه الرينج الطبيعي، اللي هو في الاخر بنقول عليه مقاييس الجمال. لما بنخرج بره الرينج ده هو ده اللي بيحتاج لجراحه التجميل. لكن ان احنا نقعد ننفذ حاجات عشوائيه، طبعا انا مش هتكلم على مين اللي بينفذ، خلاص احنا بقى عندنا وعي وادراك ان احنا نقعد مع الدكتور ونعرف اذا كان هو شغال صح ولا شغال غلط، او كلامه مقنع او كلامه بالمعلومات والوعي اللي احنا عندنا نقدر نقول ان احنا الدكتور ده فين. وبالتالي موضوع ان احنا نقول ان التجميل ده دكتور التجميل ده حاله خاصه في الطب، لا، هو دكتور زيه زي اي تخصص في الطب، ولكن يمكن الفوكس شويه عشان كلمه جمال او كلمه تجميل مخليه الناس شويه عامله فيها حته هوس ان هو لا، هو الدكتور بتاع الدلع. هو الحقيقه هو مش دلع، هو احنا من حقنا ان احنا نصحح مشاكل بتحدث في جسمنا. يعني اللي بيشفط دهون ده هل ده دلع؟ حد مع الوقت وصل ان جسمه مش متناسق، مش قادر يخس، مش قادر ان هو مع الرياضه يظبط جسمه، يبقى ده حاجه ضروريه. كذلك في الانف، كذلك في الثدي، كذلك في ترهلات الجسم، حاجات كتير، زراعه الشعر، هو مش دلع ومش رفاهيه، هي حاجه اساسيه. وبالتالي زي ما بندي الرساله دي للناس، احنا برضو بنديها لاي دكتور بيشتغل في مجال التجميل. بلاش يبقى الموضوع تجاره، لازم دورنا نوعي الناس، ده دورنا ان احنا نفرمل الناس. وفي ناس لما بنرفضها مش بنرفضها لان احنا مش عايزين نعملها كعند مثلا، لا، ان احنا بنقول انت كده كويس لو عملت حاجه بخبرتنا وبعلمنا عارفين ان هي مش هتفيدك، بل بالعكس هيسوء الموضوع اكتر وحالتك النفسيه هتتدهور اكتر. طبعا اتمنى لكل الناس ان ما تتعرضش لحاجه زي كده،
واتمنى طبعا اي حد بيفكر في التجميل ان شاء الله ياخد القرار الصح مع الدكتور الصح. واتمنى لكم دايما حياه سعيده فيها كل صحه وسعاده وجمال، ودايما نلتقي مع بعض. الى اللقاء.